في عود الكنابل هفي مشعل وربع وناس من عز هفي مشعل وربع وناس من عز هفي. فعالية اليوم هي وقفة احتجاجية على ما قامت به دولة الاحتلال من محاولة جديدة لسرقة تراثنا. طبعا الفعالية اليوم صغيرة لكن بتبعها كثير فعاليات في المستقبل، هي مجرد تنديد بما قامت به دولة الاحتلال. هذا التنديد وهذه المقاومة لما يقوم به الاحتلال لا يتوقف، وأنشطة حماية الزي التراثي مستمرة على طول العام ولن تتوقف حتى يتوقف الاحتلال. يا زريفة الروح وتتملك تعاشر الغير وتنساني العلاج والشعب للشهر بنفنا بميل ولاك بيتك ما هليت يا شهر الفراق فراق بنير وزين حبك. فكرة الوقوف بالزي الفلسطيني هي فكرة الممارسة، فكرة أننا لن نتوقف وأننا دائما في المكان، أننا موجودون. هذه فكرة وجودنا اليوم بالزي الفلسطيني، وهي زي ما حكيت هي ردة فعل سريعة في لحظة صفر على ما يقوم به الاحتلال بشكل دائم، لكن لن تتوقف هذه المحاولات، رح تستمر محاولات الاحتلال لسرقة تراثنا ورح تستمر مقاومتنا لهم إلى حين زوال الاحتلال. هات الزير وسع وسع وسع.